ارتفعت حصيلة إصابات الحريق التي اندلع الحريق في محافظة الوادي الجديد غربي مصر إلى 30 شخص في وقت تمكنت فيه فرق الإطفاء المدنية وطائرات عسكرية من إخماد النيران، واستعانت محافظة الوادي الجديد ب30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، كما شاركت 4 طائرات عسكرية متخصصة في الإطفاء في إخماد النيران بالمحافظة القريبة من الحدود مع ليبيا.